شارك زياد أبو شعر هذا الستوري المفاجئ على انستغرام واللي علق من خلاله على تعليقات السب اللي بيتلقاها بالخاص، وكتب: والله بالعادة ما بنشر هيك شغلات، بس من اليوم أي حدا عم يسب لأنشر له المسج تبعه. أيام الحكي اللي بيكون مكتوب بالمسج فيه كمية حقد مو طبيعية، ما لقيت غير هذا الحل، بلكي العالم المريضة بتبطل تبعت هيك مسجات. فشو رأيكم بكلام زياد والناس اللي بتبعت هيك نوع من المسجات؟ كل مرة بيفاجئونا عائلة أنس وأصالة بأنترو جديد لقناتهم، فالمرة شاركوا الأنترو الجديد بآخر فيديو نزل على قناتهم العربية على يوتيوب واللي كان إله مفهوم شتوي. فشو رأيكم بالأنترو الجديد؟ فاجأ أنس الشايب الجميع مبارحة بإعلانه عن موعد تنزيل فيديو كليب أغنيته المنتظرة بعنوان خفي علينا، حيث صرح أنه حينزل بأول يوم من أول شهر من السنة الجديدة 2022. فكم نسبة حماسكم لأغنية أنس الجديدة؟ أما بيسان إسماعيل فشفناها حزينة مبارحة وكانت عم تبكي من خلال الستوريهات اللي شاركتها على حسابها على انستغرام، واللي حكت من خلالها أنها لساتها عم تعاني وتحارب من الشركة اللي كانت تشتغل معهم من قبل. فبخليكم تشوفوا هالستوريهات لا تفهموا أكتر. هاي حبايبي، كيفكن؟ مساء الخير. أنا من الصبح على نفس القعدة، مريضة شوي وكتير مخنوقة، وحبيت اطلع هالستوري من كتر ما انا مخنوقة. والله يعني خلص انفجرت وطلعت بهالستوري. حابة وجه للشركة اللي انا كنت بشتغل معاها، اللي كانت تعمل لي اغاني: انتوا ما بتخافوا الله، اي شيء قدامي عم تدمروا لي اياه. روحتوا لي احلى فرص بحياتي اجتني، كل ما بدي اعمل شيء عم توقفوا بوجهي، عم تخربوا لي كل شيء انا حلمي عم بشتغل عليه من 4 سنين، من سنين عم بشتغل عليه لحتى انتو تجوا وتخربوا لي كل شيء. انتو شو بدكم مني؟ شو بدكم مني؟ بس احكوا لي، اذا بتخافوا الله حلوا عني. خلص انا كثير تعبت، عم تدمروني، عم تدمروا لي حياتي، عم تدمروا لي اي شيء عم بعمله. اذا بتخافوا الله خلص اعتقوني، والله انا ما عاد احسن. فاجأ أحمد أبو الرب وصبا المتابعين بقناة جديدة رح تجمعهم ببعض وتخلينا نشوفهم أو نشوف فيديوهاتهم مع بعض ككابل. فالقناة بتحمل اسم قناة عائلية جدا وتخطت حاجز 200,000 مشترك خلال ساعات قليلة جدا من الإعلان عنها. غادر كل من أسامة مروة غيث مروان رضا الوهابي الأردن بعد حضورهم لحفل خطوبة أحمد أبو الرب، واتجهوا إلى دبي إلا رضا واللي اتجه للسعودية للمرة الثانية. أما أحمد النشيط وكين ديمان وصقر فلساتهم متواجدين بالأردن. أما نارين ومو وأنس وبيسان هديل مرعي وليلى مراد فغادروا السعودية واتجهوا لدبي. نور ستارز كشفت سبب غيابها عن السوشيال ميديا لعدة أيام، واللي كان تواجدها بالمستشفى بسبب مرضها، واللي كان نتيجة عن آخر فيديو شاركته على قناتها على يوتيوب. فقضت 24 ساعة بأوتيل من الثلج. فألف الحمد لله على السلامة لنور ستارز. أما نارين بيوتي فهي كمان مختفية بسبب المرض، فصرحت قبل يومين أنها مريضة واختفت من بعدها. فنتمنى الشفاء العاجل لنارين بيوتي.